جماعه يعني كان في خناقه حوالين المراكز اللي نادي الزمالك محتاجها وكمان نادي الاهلي محتاجها. خلونا طيب نروح بقى استاذ احمد، كنا بنتكلم في الفاصل حوالين ابرز الاسماء اللي وكمان الاماكن المراكز اللي نادي الزمالك محتاجها الموسم اللي جاي. يعني زي ما بيقولوا كده الزمالك عايز فرقه. يعني الله يكون في عون اداره النادي وجماهيره. لا يعني زي ما الاستاذ هاني والاستاذ احمد كانوا بيتكلموا في لعيبه لا تستحق التواجد في نادي الزمالك. طب انا اقول لحضرتك حاجه، يعني عشان بس ايه يعني خلينا خفاف على الناس. انا بس عشان ما نبقاش نتكلم في المراكز، ما نبقاش ظالمينهم. ما نبقاش ظالمينهم. هي دي امكانياتهم. يعني طب حضرتك كده سوقت الموضوع. انا بحاول اجمل الموضوع. يعني خلينا نتكلم على المراكز اللي النادي الزمالك ممكن يحتاج. احنا ما بنقولش ان هم متكاسلين او ان هم متخاذلين. هو يعني في الجمهور بيتهمهم ان هم بالتكاسل والتخاذل، لا هم دي قدراتهم كده. واتظلموا ان جم في كمان في موسم زي ما قلنا كارثي مع رحيل النجوم بن شرقي وطارق حامد وقبلها فرجان ساسي. لك عن حضرتك ان تتخيل ان الفريق الذي حصل الزمالك كان بيحتفل امبارح بالحصول على بطوله كاس الكونفدراليه. تخيل ان حضرتك ان 20 لاعب اللي حصل على بطوله الكونفدراليه مشي منهم 16. 16 لاعب الكونفدراليه اللي هي السنه اللي هي من اربع سنين. من اربع سنين. يعني تخيل حضرتك ان فريق حصل على بطوله 16 لاعب من قوامه الاساسي غادروا الفريق سواء بالاستغناء او بالرحيل باي بصوره او باخرى يعني. فطبعا الزمالك محتاج لاعبين يتساووا مع هذه بامكانيات هذه اللاعبين. المدير الفني واللجنه الفنيه اتفقوا على عده مراكز. حلو. اولا التاكيد ان استمرار عواد وصبحي والاستعانه بحارس ثالث. تمام. متوسط السن. تمام. محمد نديم هيخرج للاعاره. حلو. الاتجاه لحارس مرمى احمد ميهوب حارس مرمى غزل المحله. تمام. يبقى اول حاجه في مركز حراسه المرمى احمد ميهوب هو اللي هيحل في مركز الثالث. وراء الاثنين الاساسيين اللي بيحرسوا مرمى نادي الزمالك. وليس صحيحا ان هناك اتجاه للاستغناء عن محمد عواد او بيعه او ما الى ذلك. اللي احنا سمعناه ده غير صحيح. تمام. يعني عواد يا جماعه مكمل مع نادي الزمالك في مركز حراسه المرمى. تمام. يعني برضه عشان نبقى متفقين، اللي بيدير قصه الامور الفنيه او الاداريه داخل فريق الزمالك هو عبد الواحد السيد مدير الكوره. وعبد الواحد بيمتلك من الشخصيه القويه اللي بتؤهله لان هو يدير هذا المكان يعني. تمام. وعلاقاته حلوه باللاعبين. تمام. المراكز خط الدفاع الاتجاه للابقاء على حمزه المسلوسي. تمام. لا ردا على كل الناس اللي بتقول مش هيتجدد له، لا حمزه المسلوسي مكمل. عوده احمد عيد. تاني تصريح يا جماعه، حمزه المسلوسي مكمل في دفاع نادي الزمالك. عوده احمد عيد المعار لنادي انبي. واظن ابتدى يظهر بشكل جيد في الفتره الاخيره. في كلام على هشام صلاح اللي هو الظهير الايمن لفريق الاتحاد السكندري، ولكن يعني في امور ماليه طبعا في ظل زي ما قلت لحضرتك في ضبابيه في نادي الزمالك، محدش عارف هتجيب لعيبه ازاي وهتدفع مين، واللعيبه عايزه مقدمات عقود والانديه عايزه مقدمات عقود وقصه زي كده. تمام. المركز المساكين في حاجه، محمود علاء سيعود. في اتجاه الابقاء على واحد ما بين شبانه والزناري، والست المباريات القادمه هم اللي هيحددوا مصيرهم. عبد الغني برضه مستمر بان الراجل قال لا ما ينفعش نمشي الفرقه كلها، في ناس لازم تقعد. الظهير الايسر هو المعضله الكبيره بنادي الزمالك. طبعا حضرتك عارف ان محمد عبد الشافي يعني فرصته قد تكون صعبه في البقاء. عبد الله جمعه ليس صحيحا ما تردد في الساعات الماضيه ان الزمالك ابلغه ان سيتم الاستغناء عنه. هو مستمر مع الفريق برضه لنهايه الموسم. تحت الاختبار. احمد فتوح يعني بقى بطمن جمهور الزمالك، هو الحمد لله خف وبقى جاهز للعب، واحتمال كبير نشوفه في مباراه طلائع الجيش ضمن قائمه الفريق طلائع الجيش. يا رب ده يعني من طبعا دي حاجه مفيده للمنتخب كمان. طبعا. نتنقل ابرز المراكز اللي هيكون هيشهدوا تعديل
في الفترة أو الموسم القادم. نتنقل لخط الوسط هو المعضلة الكبيرة زي ما بيقولوا في الزمالك. مشكلة الزمالك أنه لا يمتلك لعيب مميز في رقم 8 بعد رحيل فرجاني وإمام عاشور. في كلام حصل خلال الساعات القليلة الماضية مع إمام عاشور، استطلاع رأيه هو طبعا راجع للإصابة، راجع من إصابة وعدل القاهرة عشان يستكمل فترة علاجه. هو أكد إنه مفيش مفاوضات مع الأهلي وما عندوش رغبة في اللعب للأهلي. حصل. فقالوا له طيب إيه رأيك نستعيرك لمدة سنة. وطبعا الزمالك ما يقدرش يسترده لأن الزمالك باعه بحوالي 3 مليون دولار، فصعب إن الزمالك يدفع 3 مليون دولار. هو لو الزمالك محتاجه تاني يرجع وفقا لبنود التعاقد يعني لازم يرجع تاني المبلغ؟ لا طبعا ده هيدفع اكتر، هو طبعا اكيد الانديه الاوروبيه بيعوا شراء عرض وطلب بقى ساعتها طلب، بس هو الزمالك لا يمتلك قدره انه يدفع ولا 2 مليون دولار حتى، خلينا نكون واقعيين يعني. فهو هيتم اقناع مسؤولين نادي ميتلاند والله احنا نرجعه لكم واحنا ندفع ثمن العقد بتاعه هو يعني كده، هيبقى موفر على النادي الدنماركي ان هو يصرف عقده